شغله الخبز للمره. يعني ده بنرجع دائما للاساس بالبيت، مين اللي بيعجن وبخبز واللي بيعمل الخبز؟ هي الام. فمن هذا المنطلق انا بحب الشغل بالخبز وهذا الاشياء. ليه اخترت الناصري ما اخترتي بلدك المشهد؟ هذا المحل كان انه وهيك بلشت يعني من دون اي تخطيط. هذا المحل اللي بتشتغلي فيه انت وجوزك واولادك، قد ايه حلو اليوم شعور الاسره اللي كلها مع بعض بتشتغل في محل واحد. كل شغله لها حسناتها وسيئاتها، بس الحسنات هون اكثر، لانه احنا يعني انا وجوزي واولادي مع بعض، هذا إشي كثير منيح انه احنا دائما بنراقب بعض، بنفهم بعض، يعني بتخيل انه إشي كثير منيح. اي شغله بالحياه اذا بترجع للاساس للاسس الاكل هو المزبوط. يعني لما احنا كنا صغار شو كنا ناكل؟ منكوشة الزعتر. شو كنا بفصل الشتاء امي تعمل لنا اكل؟ العليت، الخبازة، السبانخ. كل موسم في له شغله. ف ومن هذا الزعتر الاخضر هو شيء كثير كمان زاكي. يعني الناس كثر الاشياء المصطنع الناس زهقتها، صارت تدور على الاساسيات اكثر، على الطبيعه اكثر. لو انه انا باجي اعطيكي منكوشه العاديه وبتروحي تسيها عاديه، اما انت لما اخذت، انت مثلا اخذت شغله من عندي حبتيها رجعتي، فالتعب له ثمن. اليوم تشوف الجيل الجديد بحب السبانخ، العليت، بشكل مش طبيعي. يعني انا اكثر شغله بكيف عليها الصبح والاولاد رايحين على المدرسه، بقول بحال هاي بنت صغيره تاكل عليت، تاكل سبانخ، تيجي مستعد تستنى 10 دقائق تطلع فتت السبانخ او دلفت العليت. شيء كثير مليح. اصلا الحياه هو المخبز. يعني احلى شيء بالحياه لما انت بتحبي شغله لازم تنجحي فيها، تعطيها كل قوتك وكل الطاقة اللي عندك. فش حال انت بتشتغلي مع أولادك وجوزك اللي هن يعني كل حياتك. اليوم أحفادك لما بيجوا على المخبز شو أكتر أشياء بطلبوه؟ بحبوا الشغلات اللي أنا بعملها زي ما أنا معودتنا على هذا الأكل بالبيت. طبعا هذا كمان سبب من أسباب النجاح، لأنه أنا يعني في بصراحة في أولاد أنا كانوا بصف أول أو من فتحت المخبز، هن اليوم صف 12 وانا شفتهم كبروا قدامي. يعني بني يجوا صغار يقولوا خلتوا بنا منكوشه، اليوم بسم الله عليهم شباب وبحبهم وبحبوني. وفي بنات تعلموا بهاي المدارس اللي هون وتجوزوا بيجوا عندي بيقولوا لي خلتوا احنا بنشتاق للمنكوشه اللي اخذناها من عندك او لاي شغله اللي انت بتعطينا اياها. انسان اذا بيشتغل من ضمير وبيشتغل شيء مش بس لتجاره وبس ان انا بدي اعمل كميه خبز وانا يلا بس بدي ابيع منكوشه وخلاص. يعني لما انت بتشتغل اشي من قلب وحب يعني قيس على نفسك، انت بس بدك تاكلي ولا بس بدك تاكلي اشي صحي واشي مفيد اشي. يعني انت حتى بالبيت يعني امك عملت اكل، اذا الاكل ما حبيتهاش ما بتاكليهاش فخلص. ونفس الشيء اللي انا بعتبرش الناس اللي بيجوا عندي هن زباين، بعتبرهن ضيوف يعني لعندي وانا مجبوره اعطيه الاشي منيح. ضيوفنا اليوم تعدوا منطقة الناصر، يعني أنا بيجي عندنا ناس من كل البلاد وبيجوا خصوصي إنهم جايين ياكلوا أو يشوفوا مين هذا، إيش في هون؟ مين هذا المكان كثير صار الحمد لله بفضل الله. بس لا 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 بس في تعب، ما صارش الإشي. يعني اسم الله عندي أنا الأولاد ماشيين على نفس المسار. التميز عندنا إحنا بخبز الطابون. أنا خبز الطابون عندنا، خبزة الرغيف الطابون عندنا فيه له طعمه، حتى لو ما حطيتيش عليه ولا اي شيء بيطلع زاكي.